السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة بتوقيت السعودية. هذه أبرز عناوينها. مصدر يكشف لرويترز أن خاشقجي توفي نتيجة خطأ من فريق التفاوض الذي ضلل قيادته. تأكيد السعودية على أن المتهمين 18 في قضية وفاة جمال خاشقجي موقوفون وقيد التحقيق. وفي الرابعة أيضاً، الدول العربية تواصل إشادتها بالتحقيقات السعودية وقرارات الملك سلمان في قضية خاشقجي. كشف مسؤول سعودي لوكالة رويترز التفاصيل التي أحاطت بوفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدا أن التصرف مسؤول عملية التفاوض مع خاشقجي اعتمد على توجيه سابق بمفاوضة المعارضين للعودة لم يكن يستلزم عودة المسؤول لنيل موافقة القيادة السعودية. المسؤول أشار إلى أن التقارير المهمة الأولية التي قدمت للقيادة كانت مضللة في البداية، ما اضطر القيادة السعودية للتحقيق، وتبين أن خاشقجي توفي في القنصلية. تفاصيل جديدة تقدمها الرياض حول ما حدث للمواطن السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. مسؤول سعودي صرح لوكالة رويترز بأن الحكومة السعودية أرادت إقناع خاشقجي بالعودة إلى المملكة، من أجل ذلك شكل نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري فريقا من 15 فردا من الاستخبارات للذهاب إلى اسطنبول لمقابلة خاشقجي في القنصلية ومحاولة إقناعه بالعودة. المسؤول السعودي أوضح أنه وفقا للخطة كان سيحتجز الفريق خاشقجي في مكان آمن خارج اسطنبول لبعض الوقت، ثم يفرج عنه إذا رفض في نهاية الأمر العودة للسعودية، مضيفا أن الأمور ساءت من البداية حيث تجاوز الفريق المفاوض التعليمات ولجأ سريعا للعنف. ففي داخل القنصلية السعودية حاول المفاوضون تخويف جمال خاشقجي في مخالفة صريحة للمهمة الموكلة إليهم، ما دعا خاشقجي إلى رفع صوته ويتحول الأمر إلى عراك، ليقوم أعضاء الفريق المفاوض بمحاولة إسكاته وكتم أنفاسه. المسؤول أكد لرويترز أنهم حاولوا إسكاته لكنه مات، مشددا أنه لم تكن هناك نية لقتله. المسؤول قال إن النتائج الأولية للتحقيق تنفي المزاعم عن تعذيب خاشقجي أو تقطيع جثته بعد وفاته، مؤكدا أن الفريق قام بلف الجثة في سجادة وتسليمها لمتعاون محلي للتخلص منها. المسؤول السعودي قال إن الفريق كتب بعد ذلك تقريرا مزورا لرؤسائه قائلا إنه سمح لخاشقجي بمغادرة القنصلية وأنهم عادوا إلى السعودية سريعا قبل اكتشاف أمرهم. وختم المسؤول السعودي تصريحه مؤكدا بأن جميع أفراد الفريق 15 تم إيقافهم على ذمة التحقيق، إضافة إلى 3 مشتبه بهم آخرين. معنا للحديث في هذا الموضوع من اسطنبول الباحث السياسي الدكتور عمر عبد الستار محمود، ومن الكويت المحلل السياسي الدكتور عيسى العميري، ومن جدة الكاتب الصحفي هادي الفقيه، ومن المنامة الكاتب السعودي الصحفي جاسر الجاسر، وأيضا ينضم إلينا هاتفيا الداعية الإسلامي الشيخ صالح المغامسي الذي أبدأ معه. مرحبا بكم جميعا وبك شيخ صالح المغامسي. أولا يعني كيف تعلق على ما جاء في البيان السعودي وفي تصريحات السعودية اليوم لرويترز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أولا أسأل الله عز وجل أن يغفر لأخينا جمال خاشقجي وأن يرحمه وأن يعظم الأجر لذويه وأبنائه وأهله وأن يلحقه بالصالحين. الأمر الآخر، هذا التصريح الذي صرح به المصدر السعودي المسؤول لوكالة رويترز له بعد تاريخي في تاريخنا الإسلامي، يعني يوجد في اللغة ما يسمى بوجه الشبه. خالد بن الوليد رضي الله عنه وسيف من سيوف الله، ومع ذلك لما بعثه أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة تجاوز ما أعطاه أبو بكر من الصلاحية، فكان أن نجم عن ذلك أن قتل مالك بن نويرة ظنا منه أنه يستحق القتل، في حين أن بعض الصحابة الذين كانوا معه لم يوافقوه على هذا الصنيع، فكان يقول أنا الأمير ولم يأتني من الخليفة ما يمنع ذلك، يعني لم يعطني الخليفة إذنا بقتل مالك
وفي الوقت نفسه لم يعطني منعا. ويسمى أنه تجاوز رضي الله عنه وأرضاه في ذلك الحين صلاحيته وأخطأ في قتل مالك، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ودى يعني دفع دية مالك. قبل ذلك كذلك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جذيمة، بعث خالدا، ثم إن خالدا كان في سيفه رهق، يعني فيه رضي الله عنه وأرضاه شيء من العجلة، فوقع أن قتل في بني جذيمة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم صنيع خالد قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فالإنسان أحيانا صاحب الصلاحية الأدنى بشعور أو بغير شعور، بتأويل أو بغير تأويل مقبول، يتجاوز الصلاحية التي أعطاه إياها صاحب الصلاحية الأعلى. وهذا كثير في التاريخ. الذي يظهر لي أن الفريق المفاوضة نجم عنهم ذلك الخطأ. الأستاذ جمال لم يأتي منه ما يستحق به القتل، هذا قطعا، فهو معصوم الدم. لكن الإخوة أو الفريق الذي فاوض أتى منهم هذا الشيء تدرجا، الله أعلم بالحال. الولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، صنع أول ما صنع أن الدولة أعلنت ذلك للعالم، وأن هذا الفريق يتحمل هذه القضية، وأن الدولة غير راضية عن هذا الصنيع. هذا مقابل قول النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أتكلم الآن عن وجه الشبه لا عن الأشخاص ولا عن الحال، واضح. قال الدولة تبرعت من هذا الصنيع، صنيع كصنيع النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إن اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. هل هذا الصنيع له تأويل أو غير تأويل؟ هذا النيابة العامة في التحقيق والقضاء هو الذي يفصل فيه. القضاء الشرعي الذي تحتكم إليه المملكة العربية السعودية. فولي الأمر أعلن على العالم أنه لا أحد غير السعودي متهم في القضية، وأن الذين اتهموا فيها هم الآن موقوفون، وأن الطريقة التي حصل بها الأمر أن هناك، معنى ذلك أن الصلاحيات لم تكن واضحة ولم تكن دقيقة. فالملك يده الله عالج الأمر من ناحيتين، من ناحية إدارية ومن ناحية شرعية. من ناحية إدارية أعاد النظر في نظام الاستخبارات العامة، ومن ناحية شرعية أحال أولئك الأشخاص إلى القضاء الشرعي وإلى النيابة العامة، وقد أعلن النائب العام القضية تفصيلا. هذا كله مقنع لمن أراد أن يعني يبحث عن الحق. من بقي في قلبه ضغائن في صدره أو أحقاد في قلبه، فإنه مما من المحال أن تحاول أن تقنعه أو أن ترضيه أو أن تجعله يتفق معك في هذا. نحن نترحم على أخينا جمال، ونعلم كما قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل أن الدولة عزها الله حريصة على مواطنيها في الداخل والخارج، وجمال خاشقجي رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان مواطنا سعوديا. المقصود من هذا كله هذا يعني تفصيل الأمر من الناحية الشرعية. فإذا هناك فريق تفاوض كان يملك صلاحية عامة غير محددة، لم يحسن ذلك الفريق التعامل معها وأخطأ، أراد أن يعالج الخطأ فعالجه بخطأ آخر، وما زال يعالج أخطأه بخطأ آخر حتى وصل الأمر إلى هذا الحال. القيادة الرشيدة تريثت في الإعلان حتى تستكمل الأمور، حتى تتضح الصورة، حتى نخرج للعالم واضحين ظاهرين، وقد وقع ظهر، ولله الحمد والفضل والمنة. وأكرر، نسأل الله أن يغفر لأخينا جمال ويرحمه رحمة واسعة. شكرا جزيلا لك. إذا كان معنا هاتفيا من المدينة المنورة الداعية الإسلامي الشيخ صالح المغامسي. ومباشرة تحول إلى ضيفي في المنامة الكاتب الصحفي السعودي جاسر الجاسر. أستاذ جاسر، أرحب بك مجددا. استمعت إلى ما قاله الشيخ صالح المغامسي في هذه المداخلة، إذا كان جاهزا معنا جاسر الجاسر، هل تسمعني أستاذ جاسر؟ طيب، إذا سأتحول إلى الدكتور عمر عبد الستار، إذا ضيفي كذلك. دكتور عمر، يعني في تغريدة لك، أولا كيف تقرأ ما حدث، وأيضا قراءتك للبيان السعودي والإضافة التي أضافتها أيضا اليوم المملكة العربية السعودية من خلال هذا التصريح من مصدر مسؤول لوكالة الأنباء العالمية رويترز؟ شكرا جزيلا، حياكم الله وحيا الضيوف والمشاهدين الكرام. سؤالك في ثلاث أسئلة، سؤال عن تغريدة وسؤال في قبل التغريدة أنا أريد أن أسألك عن قراءتك أو قراءتك لما للبيان السعودي ولتصريحات اليوم.
هو الحقيقة شوف، الجريمة قد ترتكب في أي زمان وفي أي مكان ومن قبل أي إنسان. يعني هو هذا طبع الإنسان من قابل وهابيل اليوم. الجريمة ترتكب، لكن صاحب السلطان هو الذي يفصل، هو الذي يقضي، هو الذي يحول، هو الذي يتخذ إجراء. وهذا المثال مع المرحوم جمال خاشقجي، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الجريمة التي حصلت، وبالتفصيل الذي بدأ منذ صدور الأوامر الملكية إلى تصريح المسؤول السعودي اليوم، مو فقط عن المجمل الذي صدر بالأوامر الملكية، وإنما عن التفصيل الذي صدر تباعا وآخرها اليوم الذي نشرته رويترز في هذا الموضوع. وبالتالي هذا الموضوع هو الحقيقة هو شأن سعودي كدولة، وشأن تركيا باعتبارها هذه الأزمة، هذه الجريمة حصلت في أرضها، ولذلك هناك تنسيق سعودي تركي في هذا المجال. الأطراف الأخرى التي تدخل في هذا الموضوع لها أغراض أخرى تختلف عن الغرض التركي وعن الغرض السعودي في هذا الموضوع. هذا فيما يخص يعني رؤيتي ل اسمح لي أن أقف عند هذه النقطة وسأعود إليك عن الأطراف الأخرى والتي كانت أيضا مثارا لسؤالك في تغريدتك اليوم، وأذهب مباشرة إلى جاسر الجاسر ضيفي من المنامة. أستاذ جاسر أرحب بك. يعني نقاط مهمة جديرة بالنقاش بعد هذا البيان الرسمي، بعد تصريح أيضا المصدر المسؤول لرويترز، أولها كما يرى الكثير بأن المتورطين تجاوزوا حدودهم كثيرا عندما أعطوا لنفسهم صلاحية لتنفيذ عملية خطيرة كهذه، ضللوا الدولة والمجتمع والعالم أيضا بمحاولتهم التكتم والتغطية على هذه الفعلة، وذلك كان له تداعياته ووضع المملكة في وضع غير جيد. كيف تعلق على ذلك؟ مساء الخير. الله يرحم جمال ويغفر له إن شاء الله وكل العزاء لأسرته. طبعا هنا في التصريحات الواردة أو التسريبات أو المصادر التي اعتمدت عليها رويترز تتكلم على فريق تفاوض. هو عمليا حسب البيان النائب العام لم يكن هناك أصلا فريق تفاوض، لم يرسل. هذه مسألة يمكن كانت قديمة أو إجراء يعني قديم أو كان تكليف يعني سابق قديم. أو النقطة الأخرى طبعا واضح من الإجراءات اللي صارت بعد الاشتباك ثم وفاة جمال، اللي قام فيه الفريق هو دلالة أنه ليس لديه أي تصريح سياسي بأي شكل من الأشكال. لو كان لديه لما قام بعملية محاولة إخفاء الجثة وتقديم تقرير مضلل إلى السلطة السياسية لم يوضح فيه المعلومات، كان الأمر طبعا واضح تماما. في الإجراء ما قامت به السعودية من الإعلان المرحلة الأولى، حددت القضية، أوقفت المتهمين والمتورطين في المسألة وتجري التحقيقات وبينت. الآن احنا كنا نتحدث سابقا عن وضع غائم ولا نعرف، اليوم الصورة كاملة تماما. وكاملة من أين؟ من المملكة العربية السعودية التي بينت بكل التفاصيل ما حدث له، ما جرى، من قام بالعمل، إجراء التحقيقات معهم، انكشفت. لم تعد هناك قضية. هذه قضية اليوم أصبحت هي في جانبها على الحال على خطورتها طبعا، غير هيكلة مثلا جهاز الاستخبارات التي أمر بها الملك كلف بها ولي العهد. أصبحت القصة الأساسية الآن اللي هي كمال التحقيقات من المتورطين أنفسهم. لا يوجد مصدر للمعلومات في هذا الشأن إلا التحقيقات السعودية، هي التي الآن بين يديها المجموعة المتورطة في هذا العمل، ولستكشف كل التفاصيل ولستعلنها السعودية بكل تأكيد. لم يعد هناك مسألة قلق أو لبس في هذا الموضوع، واضح. السعودية بشكل واضح أكدت أنها ستقيم العدالة بشكل، والإعلان عن الإيقاف والتحقيق وتفاصيل الحادثة هذه القصة الكاملة، لم يعد هناك جدل. المزايدات وما يحدث في ذلك هذه قصة أخرى، كما قال أيضا نتفق مع الدكتور عمر. هناك مستفيدين، السعودية دائما في واجهة المشهد، هناك من يرغب دائما في الإساءة إليها، قيمتها وحضورها. لا، السعودية ليست دولة عابرة وليست دولة ثانوية، تشغل العالم في كل أحداثها. لكن أيضا من ناحية أخرى، أنا ما يهمني في الجانب أنه الموقف السعودي واضح وصلب وقوي ومتين وتأكد. القضية الجنائية سعودية تماما، حدثت في على أرض القنصلية السعودية وهي أرض سعودية، والمتورطين سعوديين، وبالتالي تجري محاكمتهم. الحالة اليوم يعني
قناعة من يقول. احنا نجد مشاهد مختلفة، ناس يعني يحاولون زيدون، في هناك من يطالب بتحقيق مستقل أو تحقيق موثوق. أنا لا أدري ما معنى تحقيق موثوق إذا لم يكن لدى أحد المعلومات التي لدى السعودية، لدى المملكة، لدى القضاء الذي يحقق الآن في هذه التفاصيل من المجموعة نفسها. ليس هناك موثوقية أعلى من هذه الموثوقية، وكل من يزايد اليوم سيندم بعد أن تتضح الحقيقة كاملة. هناك طلب محاولة ضغط على السعودية. القصة لم تعد هي المسألة من قتل ولا، يعني دخلنا الآن في مسألة مثلا على التفاصيل، بحث عن الجثة، وهذه ستبين لأنه الأطراف من تواصلوا معه ومسلموا، وستنكشف المسألة أيضا بشكل واضح، الجريمة واضح. لكن هناك من يحاول أن يعني يشوه سمعة السعودية ويعمل على ذلك، أو لديه يعني حسابات أخرى، أو يزايد فيها لأسباب تخصه في وضعه السياسي، أو رضوخا للحملة الإعلامية القوية ومحاولة يعني كسب الدعم. الإعلام طبعا دائما شرس وقوي ومؤثر، وبالتالي كان هناك عمليات استجابة لمثل هذا الضغط، وبالتالي المسألة ستحصل قريبا، النتائج ستعلن بشكل كامل وتكون واضحة والقصة، ولن ينجو المتورطون من يعني هذه الفعلة أبدا، وسيكون يعني طبق فيهم العدالة والشرع، وهذا ديدن المملكة من في كل التفاصيل وفي كل القضايا، ولم يسبق أن تراخت في المسألة ولا تسبق. والشفافية التي تؤكدها المملكة في هذا الإعلان هي افترض تكون المحك، من يريد أن يعرف القصة ينتظر نتائج التحقيق اللي ستعلن قريبا. دكتور عيسى، ضيفي من الكويت عيسى العميري، الكويت كيف تتابع هذه القضية، يعني خاصة أنها رحبت اليوم بكل التحركات التي تبذلها القيادة السعودية في التعامل مع هذه القضية في كل الأطر التي تتعامل بها؟ نعم كنت أسألك في البداية طبعا. أتكلم بشكل عام عن المملكة. نعم، أن سياسة المملكة على مر العقود اتسمت في الشفافية التامة، حيث المراقب السياسي لأوضاع المنطقة يمكنه يرى بأن التحليل السياسي في الأوضاع. طبعا نعزي أسرة الفقيد جمال خاشقجي ونسأل الله يعني له الصبر والسلوان، وكذلك كان دور الكويت في 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 من أوائل الموضوع، يعني من 12 إلى اليوم الحالي، وطلع بيان من مجلس الوزراء، وطلع بيان من حكومة الكويت، وكذلك كافة الدول الخليجية والعربية والإقليمية والإسلامية والعالمية بأن مع المملكة العربية السعودية، لأن هذا المواطن يعتبر مواطن سعودي، جمال خاشقجي رحمة الله عليه. وكذلك كان دور المملكة في الشفافية اللي اتسمت الشفافية. اليوم عندنا مصداقية في المملكة العربية السعودية، اليوم لما يحدث حدث وتعترف المملكة العربية السعودية بأن هذا الخطأ ناجم عن خطأ غير مقصود، فبالتالي هو ليس اغتيال وليس هو قتل عن عمد، ولكن خطأ غير مقصود، فبالتالي دون علم الجهات العليا أو الإدارة، يعني دون علم الجهات العليا، فبالتالي أمرت بقيادة الملك سلمان عسى الله يحفظه، وكذلك سمو ولي العهد الأمين محمد بن سلمان بفتح التحقيق، وتم يعني عزل 18 شخص بما فيهم الوزير وكذلك القادة العسكريين، وهذا يعتبر شفاف لأن هذا يحسب للمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية اليوم مستهدفة سواء في الخمسينات أو سواء في الفترة الماضية أو الفترة الحالية. اليوم كل من للأسف يتكالب على المملكة العربية السعودية، كل من يحاول أن يضل الرأي العام للمملكة العربية السعودية بأن هذا الإعلام غير مقصود، وهذه المملكة يعني تعتبر خادم يعني حامية حصن الحصين للمملكة العربية السعودية، ويزايد على المملكة العربية السعودية. اليوم لو ذكرنا يعني أحداث كثيرة يعني ذكرت في المنطقة، يعني اغتيالات كثيرة، يعني اغتيال الرئيس، اغتيال السفير الروسي في تركيا أمام المرأة والمسمع وأمام التلفزيون والصحافة، فبالتالي لم يتم كشف عن هوية هذا، وهو الاغتيال عبارة عن ضابط عسكري روسي، فبالتالي تم تسكير الملف ولا أخذ الزخم الكبير والإعلامي لتركيا. اليوم المملكة العربية السعودية مستهدفة، ولكن بفضل الله وبفضل دول الخليج والدول العربية والإسلامية بأنها يعني تعتبر حامية الحرمين، حامية الحرمين الشريفين، يعني المملكة دائما لها نظرة ودائما تحارب، لأن هي من حاربت الإرهاب والإرهاب الفكري والإرهاب المضلل في جميع الدول، فبالتالي هذه يعني نعني بها الضريبة التي على المملكة العربية السعودية. واليوم احنا امام يعني تحدي
تحدي كبير، ولكن كل الدول وكلنا كأشخاص وكمنظمات حقوقية وإقليمية وعالمية مع المملكة العربية السعودية، لأن هذا خطأ غير مقصود، وهذا إعلان من المملكة العربية السعودية. غيرنا كثير من الدول يعني لم تعلن عن الاغتيالات التي تمت، وهذا قلنا خطأ غير مقصود وغير متعمد، ونأسف وأسفت المملكة لهذا الحدث. نعم هادي الفقيه، ضيفي من جدة، أريد أن أسألك هادي، يعني أنت يعني على التعاطي الإعلامي وخاصة التعاطي الإعلامي الأمريكي مع هذه القضية، كنت متواجدا في الولايات المتحدة الأمريكية لعدة سنوات في مرحلة الدراسة، تواصلت بالتأكيد وتعاطيت مع الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية الكبيرة أيضا، والتي نراها اليوم تتعامل بشكل يصفه الكثير بأنه ممنهج، فيه استباق للتحقيق، فيه استباق لأي نتائج وصل بهم الأمر إلى تبني مواقف سياسية ضد المملكة، تحريض على مقاطعات سياسية، على مقاطعات اقتصادية، على غيرها من الأمور، بشكل يراه أحدهم بأن تضخيم هذا الأمر أو هذه الأزمة بهذا الشكل في هذه الوسائل الإعلامية جعلت حتى البعض ممن يختلفون مع المملكة العربية السعودية أيضا يشككون في أهداف هذه الحملة. هذه ما الذي يحدث في واشنطن؟ هل ما يحدث أمر طبيعي؟ أولا خالص التعازي والمواساة لآل خاشقجي رحم الله جمال، تعزينا لكل الوسط الإعلامي السعودي الذين عملوا معه والذين صادقوا. أعتقد أن ما يحدث في الولايات المتحدة يحتاج إلى خطوة واحدة إلى الخلف. منذ أن أعلنت الدول العربية مقاطعة قطر حصل هناك نوع من التغير التدريجي في كثير من المؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية ومراكز الأبحاث. هذا الشيء أخذ في التغير بشكل تدريجي وارتفعت موجته مع ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين. هذا ما رفع نسبة التشكيك في نزاهة وصدقية الكثير من المؤسسات الإعلامية الأمريكية ومراكز الأبحاث التي دائما ما تكون مظلة لكثير من المناسبات التي تستقي منها المؤسسات الإعلامية الأمريكية أخبارها وبعض تسريباتها وبعض قراءاتها لما يحدث في كثير من مناطق مع العالم، خصوصا منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر محور اهتمام كبير لوسائل الإعلام الأمريكية. بالفعل خالد أن ما يحدث أمر غير طبيعي بكل ما تعنيه الكلمة. هناك جملة مشهورة في أوساط الإعلامية في شرق أمريكا والتي يعني تعتبر العاصمة المهمة لصناعة السياسة في الولايات المتحدة، Don't lecture me about journalism ethics، لا تحاضر علي عن أخلاقيات الصحافة عندما يكونون وراء الهوى، أما ما يظهر في الصحف وما يظهر في التلفزيونيات هو أمور مثالية ليست كما هي خلف الخلف خلف في الخلف. للأسف نرى سطوة للمراكز الضعيفة في شرق أمريكا على وسائل الإعلام، المراكز الأبحاث أو حتى اللوبيات التي لا تتمتع بصدقية كانت في السابق ولا يهتم لها الكثير من صناع القرار في الولايات المتحدة. ما نشهده اليوم حتى عدم إنصاف في أبسط الأمور منذ اللحظات الأولى، يعني أنا سأعود معك هذه إلى جماعة الضغط واللوبيات، لكن أريد أن يعني نتحدث عن هذه الوسائل، عن أهدافها من وراء هذه الحملة. يعني اختفى رئيس الانتربول الدولي، كيف تعاطى الإعلام الأمريكي مع هذه القضية على سبيل المثال؟ البطل السوداني الذي اختفى في قطر أيضا، كيف تعاطى الإعلام الأمريكي مع هذه القضية؟ هناك الكثير من القضايا التي حدثت، أنا أريد أن أسأل كيف تعاملت هذه الوسائل مع بالمقارنة مع ما يحدث الآن في أزمة جمال خاشقجي رحمه الله. خالد دعنا نضع أرضية مهمة، وهي أن ما حدث مع جمال غير مقبول، وأكبر دليل على ذلك هي الشفافية والصرامة السعودية في 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 فيما في أعلنته القيادة السعودية، ولكن لا يوجد إنصاف بالفعل، وهناك ازدواجية في المعايير سواء من المؤسسات الحقوقية العالمية أو حتى من وسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية. بالفعل هناك الكثير من الحوادث التي وقعت إما في قطر أو في كثير من الدول في كثير من الدول، اختفى سياسيين، اختفى رجال أعمال، ناشطين، لم نرى هذه الضجة وهذا الإعلام المنظم تجاه المملكة العربية السعودية. أعتقد أنه حتى أبسط أخلاقيات الصحافة في التعاطي مع ما يصدر من الحكومة السعودية لم نره. على سبيل المثال
نعرف دائما عندما يصدر أي تصريح من أي جهة أن أي وسيلة إعلامية تعاطى معه بالنقد في بعض الزوايا وبالإشادة ربما في بعض الزوايا الأخرى. هناك نقطة أخرى مهمة ثانية، عندما تظهر مقالة في الواشنطن بوست بعد وفاة جمال خاشقجي وتخص قطر بالمدح بأنها منصة للحريات التعبير وجود إعلام، هذا أمر مريب. مريب أن مؤسسة إعلامية تدعي أنها مستقلة تشيد بدولة في خضم صراع وطرف من أطراف الصراع. مريب أيضا أنما نرى أن وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث ترسل رسائل في وقت واحد لجميع المهتمين وجميع الباحثين في منطقة واشنطن دي سي عن قضية معينة وبوجهة نظر واحدة، عندما تصدر تصريحات عن مجالس أمنائها، مجالس إدارتها، مجالس التحرير، وكلها لا ترى بعين الإنصاف وإنما تتوجه إلى السعودية بشكل مباشر ونقد في أمور ربما لم تكن يعني واضحة في السابق وأصبحت أكثر وضوحا وجلاء للمتلقي. واضح. هنا تحول إليك دكتور عمر عبد الستار ضيفي من إسطنبول. يعني الضغط مستمر على السعودية، هناك محاولة لتسييس هذه القضية، استباق المواقف بشكل، وكأنه هناك خطة ممنهجة لسن السهام تنتظر لحظة الإطلاق، وصلت إلى هذه اللحظة لتطلقها على الجسد السعودي. ما هي كلفة استمرار هذا الضغط على المملكة العربية السعودية بالنظر إلى المنطقة، ملفاتها، الطبيعة المتوحشة فيها، الانقسام بين معسكرات أو بين معسكرين أحدهما كل العالم ينظر إليه بأنه الأخطر ويطالب أيضا دائما بلجمه؟ وحقيقة هناك يعني فكين كماشة. الفك الأول هو فك كل العوامل الغير دولتية العابرة للحدود، الدينية المسلحة، السياسية المسلحة، من عوامل الإسلام السياسي السني والجهادي السني والشيعي يعني في هذا الموضوع، وعلى رأسهم طبعا هنا ولاية الفقيه، وهذا حقبة 79 اللي قررت المملكة العربية السعودية وعلى لسان ولي العهد بالخروج من هذه الحقبة. هذا قرار استراتيجي للمملكة العربية السعودية. الكماشة الثانية هي كماشة التحالفات الدولية. معضلة إيران هي معضلة دولية الحقيقة، وبالتالي المملكة تجد نفسها بين هذين الكماشتين. أي بلد مثل المملكة العربية السعودية يتعرض إلى ضغط من عوامل اللا دولة، وهنا إيران تقود كل هذه العوامل وتحت الأربع عواصم، ومن تحالفات دولية تريد من المملكة العربية السياسية سياسات معينة المملكة ربما ترفضها، ربما تساوم عليها، ولذلك المملكة في مثل هذا الوضع اللي يتهدد بأمنها وسيادتها ومصالحها ودورها، تقوم عليها أن تقوم بثلاثة أمور. أنا أتكلم من وجهة نظر العلاقات الدولية، مثل المملكة تقوم بثلاثة أمور. أولاً يعني تعيد تجديد منظوماتها القيادية، تعيد تجديد منظوماتها القيادية، وهذا ما حصل في موضوع الاستخبارات، هذا في الاتجاه الصحيح وخطوة ممتازة ستجعل من المملكة العربية السعودية لها ذراع أقوى مما كان سابقا. ثانيا تعيد تنظيم سياساتها الخارجية، وربما في التقارب السعودي التركي المحتمل ربما هذا أيضا بادرة بالاتجاه الصحيح. والخطوة الثالثة ربما تريدها مو فقط السعودية وإنما أيضا الدول المتحالفة، هو أن السعودية مضطرة في هذا الوقت لإنشاء تحالفات إقليمية أوسع، وهنا أتحدث عن الناتو. لست أدري ما الذي تريده الولايات المتحدة والدول الأخرى أو الدول الأوروبية تحديدا بريطانيا فرنسا ألمانيا في الضغط على المملكة العربية السعودية في هذا. هل تريد إضعافها؟ بين قوسين أنا أتكلم علاقات دولية، هل تريد إضعاف المملكة في هذا الظرف؟ نعم. لا لا لا، ربما تريد أمرين. يعني هل يمكن القبول بأنه ما يحدث من الولايات المتحدة الأمريكية هو خاضع لتجاذبات سياسية أمريكية داخلية لها علاقة بالاستحقاق الانتخابي القادم مثلا؟ نعم نعم نعم، هذا نعم، هذه معركة، هي معركة انتخابية أمريكية. خاشقجي هو عنوان المعركة في واشنطن والميدان في الشرق الأوسط، واضح المسألة في هذا الموضوع. والعالم منقسم ما بين الديمقراطيين وما بين الجمهوريين، هذا واضح في هذا الموضوع. لكن ربما إذا فاز الديمقراطيين وجئنا بمجلس كونغرس ديمقراطي وإدارة جمهورية، هنا سنكون بين ومنزلة بين المنزلتين، وربما يبحثون هنا عن توازن في الشرق الأوسط بين إيران والسعودية وتركيا وإسرائيل. ربما هذا ما
ترفضه المملكة العربية السعودية. ولذلك الحقيقة المملكة العربية السعودية تحاول أن تحافظ على سيادتها وأمنها ودورها من خلال هذه النقاط الثلاث، ولكل حادث حديث في التدافع في تدافع مصالح الدول، وبقاء المملكة العربية السعودية على قرارها في الخروج من حقبة 79. لكن هذا يحتاج وقت ويحتاج موارد ويحتاج تحالفات ويحتاج صبر، وعاية أن الملوك يصبرون. لا أدري إذا كان ضيفي في المنامة. لا ليس جاهز، إذن سأذهب مرة أخرى إلى الكويت. دكتور عيسى العميري، يعني في 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 فيما يتعلق الآن بهذه التجاذبات، بهذه الظروف التي تعيشها المنطقة، محاولة تسييس هذه القضية، ما الواجب على دول الخليج في التعاطي مع هذه القضية بالإضافة إلى المملكة والدول العربية كذلك؟ نعم، في البداية طبعا اليوم نتكلم عن المملكة العربية السعودية، اليوم صراحة يعني نتكلم بكل احترام وكل مصداقية وكل شفافية الأمر الذي عملته، ولم تسبق دول ولا زعماء دول عملوا الذي عملته المملكة العربية السعودية. هذا خط أحمر عند توقيف 18 شخص لهم وزنهم ولهم مناصبهم ولهم رتبهم عن العمل، وما زال إلى الآن أستاذ الفاضل أستاذ خالد ما زال التحقيق جاري. الشيء الثاني، هذه خطوة غير مسبوقة وخطوة صادقة بعمل عملت المملكة العربية السعودية، لأنه يعتبر هذا الشخص مواطن سعودي، والذي حدث في 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 القنصلية السعودية تعتبر الأرض السعودية داخل التركية حسب القوانين اللي هي في قوانين فيينا الدبلوماسية. الشيء الثاني، اليوم يجب على دول الخليج ودول الخليجية والعربية الوقوف للمملكة العربية السعودية، كلنا نقف مع المملكة العربية السعودية، ولكن الذين ذكرت كما أسلفت سابقا بأن الذين تكالبوا على المملكة العربية السعودية سواء من جماعة الإخوان المسلمين، سواء من إيران، سواء من القنوات المحرضة والذباب الإلكتروني التي تشوشر للمتلقي سواء عبر الميديا أو عبر الوسائل في تويتر وما شابه، فبالتالي اليوم يجب علينا كلنا نرص الصف خلف قيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية. اليوم كما أسلفنا هذا اليوم حرب شرسة تمارس على المملكة العربية السعودية، وكلنا متحدين وكلنا ثقة وشفافية ومصداقية في تبيان الحق، وهذا جزء من الحق اللي هو تم إيقاف هذه الأشخاص، والجزء الثاني ما زال التحقيق جاري. اليوم لو نظرنا حق الولايات المتحدة الأمريكية، حاولت مرارا وتكرارا جر المملكة العربية السعودية في أحداث سبتمبر، وبالتالي محاولة في قدر المستطاع لابتزاز المملكة العربية السعودية في الأحداث التي حصلت، ولكن مع ذلك السعودية ولم ترضخ لهذه التهديدات. هذا أولا. ثانيا، أين نحن من اغتيال جون كينيدي وأين هو القاتل؟ أين نحن من محاولة اغتيال ريغن ومن هو القاتل؟ أين نحن من اغتيال ديانة وما شفنا الضخم الإعلامي ولم نعرف من القاتل؟ أين نحن من اغتيالات من 79 عندما وصل إلى سدة الحكم الخميني إلى الوقت الحالي، وتم اغتيال مجاهدين خلق في 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 تركيا، في إسطنبول، في برلين، كذلك بنازير بوتو في باكستان، رفيق الحريري 2005 في لبنان. لم نرى أستاذي خالد الفاضل هذا الزخم الإعلامي وهذا التكتم الإعلامي على سلسلة الاغتيالات. اليوم المصداقية وشفافية المملكة مع هذا الحدث بدأ لما تصف مع المملكة تصف ضدها، ولم نرى يعني حتى هذه الدويلات أنا أسميها، أو يعني قلة من الدويلات تحاول أن تؤثر على المملكة أو تؤثر صف المملكة. اليوم كلنا متحدين في تبيان الحق، والحق بين، وبالتالي مع المملكة قلبا وقالبا، وكذلك مع القنوات الإعلامية، وكذلك مع القضاء على هذه الآفة التي تحاول أن تعكر المملكة. اليوم المملكة حصينة بفضل الله وبفضل القيادة الحكيمة للملك سلمان وسمو ولي عهده، واليوم نرى إن شاء الله تبيان الحقائق في الأيام القادمة. لكن ربما أعود إليك لأسأل إذا كان هناك من خطوات عملية أكثر من الاكتفاء بم
مجرد بيانات تدعم المملكة في مواقفها في قراراتها. ولكن قبل أن نكمل هذا الحوار دعونا نتوقف أيضا سويا مع أبرز ردود الأفعال من الشخصيات السياسية الدولية حول قرارات الملك سلمان الأخيرة بخصوص قضية وفاة خاشقجي. أعود مباشرة إلى ضيفي جاسر الجاسر الصحفي السعودي من الكاتب الصحفي من المنامة في البحرين. أستاذ جاسر، متابع بالتأكيد لما وصلت إليه يعني هذه الحملة الممنهجة من الضغط في كل وسائل الإعلام وخاصة وسائل الإعلام الأمريكية، وما يقوله يعني الكثير ربما من النواب في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وصل إلى حد التهديد بعقوبات أو المطالبة بفرض عقوبات في 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 أطر مختلفة ربما على المملكة العربية السعودية. واسمح لي أن أكون صريحا، هناك أيضا من أشار بأسهم الاتهام إلى سمو ولي العهد مباشرة. لماذا يتم استهداف الأمير محمد بن سلمان برأيك؟ الأمير محمد خلق فارقا على الساحة الدولية، ليس فقط على الساحة السعودية. في رؤية المملكة 2030 تجري خطوات متنوعة وواسعة للبناء الداخلي وللحضور والهيبة السياسية. قيمة المملكة في الشان السياسي العالمي تزايد، المملكة تواجه مشاكل كبرى ومع ذلك تتعامل معها بقوة وبحزم وبسرعة وفاعلية. الإطار الذي تعمل فيه الآن الحكومة السعودية سريع وعملي ومتطور، وبالتالي أصبحت السعودية لها علاقات متشابكة وفاعلة في كثير من القضايا والملفات، ليس طرف غائبا. هناك من له مواقف مسبقة ضد السعودية، محاولة استهداف شخصية الأمير محمد تحديدا للقوة والفاعلية لهذا الحضور الطاغي لهذه الشخصية لهذا الإنجاز. هناك لنكن أنه محاربة إنجاز، هناك النقمة على المسألة الشخصية، هناك من له مواقف مثلا من سابقا على فكرة في مسألة اليمن والسعودية تدافع عن الشرعية في اليمن، هناك من يقف إلى جانب الحوثيين وجانب إيران وجانب قطر اللي يدعمون هذا الشأن وبالتالي يحاولوا يستثمرون، هناك في جانب الأمريكي يعني المواقف العاقلة والدقيقة والمميزة والواضحة الآن من البيت الأبيض في التعامل الموضوعي أو المنطقي مع القضية، أنه ننتظر ويثق الرئيس ترامب يعني ثقته في الملك سلمان وفي العهد وينتظر النتائج. الحرب في الإعلامية في جانب منها تستهدف ترامب نفسه والحليف أساسي وعلاقته مع المملكة والدور المشترك، والآن يعني الطرفان يعملان على مواجهة الشر الإيراني، وبالتالي المتضررين هناك وخصومه السياسيين يحاولون أيضا ضرب ترامب. جزء من الحملة أيضا الإضرار بترامب في الانتخابات النصفية يعني وهي على وشك. اليوم نشهد اليوم مودز تصدر تقرير عن النمو الاقتصادي السعودي وترفع تصنيف السعودية وتتجاوز تصنيفات مودز اليوم التقديرات الأولية الإيجابية للبيان التمهيدي الذي صدرته وزارة المالية. السوق السعودية ترتفع. احنا نتكلم هذه الأزمة قاسية ومرة، وما يحزن فيها أنها تستهدف السعودية بشكل مباشر، لكنها لن تضر السعودية. السعودية دولة قوية وصلبة لا تتأثر بهذا الشكل، بالعكس أحيانا الأزمات تكون من مزاياها أنها تمتحن المواقف وتمتحن الأصدقاء والخصوم وتبين. هناك من أصدر حكما، يعني هناك من أصدر حكما، البيانات والتصريحات الإيجابية كانت تقول ننتظر التحقيقات ونحكم، هل نقول أن السعوديين أجادوا في أو كانوا شفافين أو لم يكونوا. لكن من يصدر حكم الآن ويطالب ماذا إذا كانت الإجراءات تجري بسرعة وبوضوح ولم يعد السعودية كشفت الملف كاملا. السعودية اعترفت بشجاعة وبشفافية بما حدث وبيّنت كل التفاصيل وماضي في التحقيق وماضي في تطبيق العدالة. إذن احنا بالتالي هذه الأزمة مهما كانت الحملة الإعلامية لا تضر السعودية ولا تسقط، ومن يطالب بعقوبات ما هي العقوبات التي ممكن تطبق على السعودية؟ عزل سياسي؟
يعني عقوبات اقتصادية، البعض بدأ يفكر في أنه يمكن أن تتكرر ذات الصورة التي طبقت فيها العقوبات على العراق، مثلا النفط مقابل الغذاء وغيرها من الأمور، ولو أن هذا الأمر مستبعد لكن لا لا وسابق لأواني، لكن إلى أي مدى يعني يمكن أن نقول بأنه المملكة العربية السعودية الآن تقرأ كل الاحتمالات، تنظر إلى كل السيناريوهات، وبيانها الشهير قبل أيام أيضا كان يعني قد تحدث عن ذلك ربما ووجه رسالة مهمة، لكن إلى أي مدى قادرة على أي احتمالات ربما أن تسير في هذا الاتجاه أستاذ جاسم؟ طيب على ماذا تفرض السعودية؟ على أنه يعني مجموعة داخل إدارة الاستخبارات ارتكبت خطأ فادحا وجريمة تحملون مسؤوليتها بالكامل؟ هذه القصة العقوبات وما هي نوعية العقوبات التي ممكن تفرض على السعودية؟ السعودية دولة قوية وثرية وتتمتع بإمكانات وعندها خيارات متعددة، من سيطبق عليها مجلس الأمن عقوبات أو المتحدة؟ طبعا نحن نتحدث الآن على خالد، نحن هناك تصريحات، حملة تصريحات ضاغطة ومحاولة تشويش ومحاولة يعني نقول الإساءة والإضعاف وإظهار، هذا كله يجري في سياق، نحن لنكن منطقيين في خضم هذه الحملة أحيانا تبدو صورة قاتمة جدا، لكن نهاياتها ماذا؟ ما هي الصورة؟ ماذا يمكن أن يحدث؟ إلى ماذا يريدون يصلون؟ إسقاط المملكة العربية السعودية مثلا؟ هذا يعني يتحدث، هناك قصص كثيرة تحدث عن تغيير النظام، تغيير هذا كله أنا أعتبره في مجال الفضاء الإعلامي والمزايدين والذين يريدون عنه، لكن نمس السعودية ليست دولة كما قال عادل جبير جمهورية موز، السعودية دولة قائدة العالم الإسلامي ورمز محور أساسي في العالم في الاقتصاد وفي السياسة وفي كل المقومات، حضورها دولة كبيرة وعميقة وقوية، لا يمكن نحن نتكلم مهما كان لنأخذ هذا الخطاب، صحيح أنه هذا الخطاب ينتشر لكنه هو خطاب ينتشر في السياق الإعلامي. أيضا محاولة الإعلام لاستقطاب أي حالة استنكار أو مواقف متشددة واضحة، يعني هناك محاولة ضغط على كل المسؤولين السياسيين في جانب اليوم عفوا منتدى الاستثمار سيقام بمن؟ ليس من انسحب هنا وهناك، سيقام بالشركاء الفعليين، الشركاء الذين بيننا وبينهم استثمارات، وليس متحدث كان دعي أو شركة يعني ضيف شرف. طيب دكتور عمار عبد الستار، 4 نوفمبر قادم هذا الموعد سيشهد تطبيق الحزمة الثانية، الأخطر والأهم يعني كما يصفه الكثير من المحللين، ستطبق على إيران، هل يمكن أن تكون هذه الهجمة اليوم على السعودية؟ هل يمكن أن تؤثر على مسألة تطبيق هذه العقوبات على إيران؟ أم أن الأمر أصبح نافذا؟ يعني هو الهجمة كانت مزدوجة، الهجمة على سياسة محمد بن سلمان للخروج من حقبة 79 وهو في خط الجبل الأول لمواجهة إيران، وثانيا الهجمة هي حقيقة على ترامب لكي يخسر، هم أرادوا أن يخسر وتأتي كلينتون، الآن يريدون أن يخسر في الكونغرس في هذا الموضوع. فالحقيقة يعني إذا كانت الأوامر الملكية قد أسقطت المحاولة لعزل السعودية بين قوسين أو للبداية بعزل السعودية بهذا الاتجاه كما يهددون، فنعتقد ننتظر فوز ترامب. إذا فاز ترامب هذه القنبلة الدخانية أو هذه المعركة المزدوجة أو هذه الضربة المزدوجة ستفشل وسيكون على نفسها جنة براقش، إيران هي التي ستعزل، لأن إيران كانت خلف القاعدة منذ 2009 وإيران هي المستفيدة الآن وتحاول أن تدق إسفين وتوظف الحدث لصالحها حتى الانتخابات النصفية، لكل حدث حديث منا إلى ما بعد الانتخابات، لكن إذا فاز الديمقراطيين ربما الأزمة ستستمر إلى أشعار آخر. يعني أنا أريد كان أن أسألك عن الموقف الإيراني، يعني برأيك كيف ترى يتابع هذه القضية؟ نعم. لم نسمع عن أي تصريح عن أي موقف من أي مسؤول إيراني في هذه القضية. هو طبعا اللي يتابع الإعلام الإيراني والصحف الإيرانية مشغولة، وحتى الإعلام الموالي لها في العراق وفي لبنان مشغولة إلى حد ال يعني 4 نوفمبر هم في موضوع خاشقجي، لا وظف في موضوع خاشقجي، نعم هم وإيران الحقيقة دائما عودتنا عندما تتهدد تجربتها ونظامها ومحورها فإنها تهرب إلى الأمام، الآن تنتظر الحقيقة تنتظر نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس، لأن هناك حديث إذا خسر ترامب ممكن أن يعزل. يعني هذا الفقيه يعني تحدثت وتوقفت عند الحديث على عن مسألة جماعات الضغط، يعني
ليست المرة الأولى التي تواجه فيها المملكة حملات موجهة إليها ومنظمة أيضا كما يرى ذلك البعض ولأهداف أيضا مختلفة، لكن ربما اليوم نحن أمام لحظة حقيقة. هذه اليوم كل سعودي أعتقد يتساءل عن ماذا لدينا في 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 أمريكا، في الغرب عموما، في 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 دول الاتحاد الأوروبي، في 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 كل الدول، في كل هذه العواصم الكبيرة. لماذا لا يصل صوتنا بالشكل المطلوب؟ أين جماعاتنا التي يمكن أن تكون موالية لنا والتي ندعمها تحاول أن توصل صوتنا مواقفنا؟ لم نشهد أي حراكا متعلقا بهذه القضية في أي عاصمة من العواصم الغربية مقارنة مع ما يحدث الآن. كثير من الندوات أقيمت في أمريكا وفي في 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 الغرب بشكل عموم، في أوروبا أيضا حول هذه القضية، في مقابل هدوء سكوت، لا نجد أي صوت. أين دور السفارات؟ أين دور الملحقيات الثقافية؟ ماذا لدينا هناك؟ أولا خالد، دعني أن أؤكد على نقطة تحدث عنها الزملاء وهي مكانة المملكة في العلاقات الدولية وفي العلوم السياسية. المكان يصنع المكانة، خصوصا أن هذه المكانة إذا ارتبطت بأمور أكثر قوة مثل القوة الاقتصادية، أن تكون عاصمة قبلة للمسلمين، أن تكون قائدة للأمتين العربية والإسلامية، ولي العهد، سمو ولي العهد بتوجيه الملك استطاع تجسيد معنى المكان والمكانة بحزمة الإصلاحات بالرؤية، فهذا أصبح مزعجا لكثير من القوى في العالم في الوقت الذي النظام العالمي يعاد تشكيله. هذا أمر مهم يجب أن نضعه نصب أعيننا في قراءة ما يحدث محليا وعالميا. أعتقد أن المملكة تمتلك علاقة قوية وضاربة بجذورها في مفاصل الحكم في الولايات المتحدة وكثير من الدول الغربية، إن كان في أمريكا في البيت الأبيض أو في المؤسسات التشريعية، إن كان في الاتحاد الأوروبي، وإن كان في أهم اللاعبين في 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 المشهد العالمي، ورأينا نتائج ما حدث مع ألمانيا وكندا في القريب. أعتقد أنه لدينا حلفاء، ولكن المملكة اليوم تتعامل مع القضية بكثير من الحكمة والفهم السياسي العميق، بمعنى أن التركيز الحالي على أن نقدم للعالم نموذج شفاف في التعاطي مع هذه القضية بأبعاده القانونية والسياسية والدبلوماسية. جماعات الضغط استخدمت بطرق أو بأخرى ضد المملكة خلال الفترة الماضية وارتفعت حدتها مع ما يحدث اليوم. كثير من الذمم للأسف أقولها أنها شريت، كثير من الصحافيين والثقافيين كانوا أصحاب مواقف نزيهة وحيادية، وليست بالضرورة أن تكون مع المملكة، كانت تقف في منطقة وسط من جميع الأطراف، ولكن اليوم انكشفت. المملكة لديها قوة ضغط في كثير من عواصم العالم، ولكن يجب أن نضع أيضا في الاعتبار أن هناك حرب مساندة لما يحدث، هناك تجيش لكثير من البرلمانيين والمسؤولين السابقين في كثير من الإدارات الغربية سواء في أوروبا أو في أمريكا ضد المملكة، وهناك دفع حقيقي لكثير من الملفات أبرزها اللي هو قانون ماغنيتسكي الذي أتوقع أنه لن يأخذ مكانه للتنفيذ التطبيق على المملكة لسبب أسباب كثيرة ومهمة. لا أعتقد أن الغرب مستعد لموجة كراهية جديدة من المملكة أو من دول العالم الإسلامي. تطبيق هذا القرار هو ابتزاز سياسي واضح وصريح لمكسبين مهمة، أولا الابتزاز، وثانيا تجيش العواطف الانتخابية وربح الكثير من المكاسب السياسية في الانتخابات المقبلة. عندما تستهدف المملكة فأنت تستهدف العالم الإسلامي. جميع الدول التي تضامنت مع المملكة في تصريحاتها هي أيضا مستهدفة مع المملكة، فعندما تنفذ عقوبات على المملكة فأنت أيضا تنفذ على الولايات المتحدة أو غيرها من الدول في أوروبا ليست في حاجة لاستعداء هذا العدد الكبير من الدول سواء العربية أو الإسلامية أو حتى الأصدقاء في كثير من الأماكن في العالم. فالأمر واضح وجلي. اليوم أعتقد أن كثير من الدبلوماسيين يرون إلى المملكة بسياستها الخارجية المتجددة، بسياستها التي تتعامل بكثير من الحلم ولكن بحزم في ذات التوقيت. نحن بحاجة لمزيد من الضغط، نعم، في مرحلة مقبلة نحتاج إلى تجنيد كل قواتنا التي في الضغط على الكثير من صناع القرار، ولكن بالطريقة السعودية
التي كانت طوال التاريخ تتمتع بالنزاهة وبالمصداقية وبالجوانب أخلاقية تميزها عن باقي الدول التي تحاول تحارب السعودية أو تقف ضد أجندتها. جيد دكتور عمار عبد الستار، ليس لدي الكثير من الوقت، أريد كذلك أن نأخذ وجهة نظر أخيرة من ضيفي في الرياض في المنامة وفي الكويت. الآن إذا ما أخذنا التصريح السعودي الأخير بأن هذا التصرف اعتمد على توجيه سابق بمفاوضة المعارضين للعودة فيما يتعلق بجهاز الاستخبار، صحيح لي إذا كانت معلوماتي خاطئة؟ يعني أنا أعرف بأن أجهزة الاستخبارات في كل أنحاء العالم ليس بالضرورة أن تكون مرتبطة بالقيادة، بل إنها تعمل بشكل مستقل، تتخذ قراراتها، تقوم بعملياتها بغض النظر عن موافقة القيادة أو الرئاسة أو الحكومة. هذا الوضع لم يقنع هذه الوسائل بهذا التحرك للاستخبارات السعودية، والذي اعترفت المملكة بأنه خطأ وبناء عليه قامت بالتغيير في هيكلتها. كيف تعلق على هذه النقطة؟ يعني أنا أعلق من وجهة نظر علاقات دولية تعرف حسب عدسة النظر وزاوية النظر لهذا المشهد، كل واحد ممكن أن يجد يعني أشياء تخص حسب العدسة والزاوية. من زاوية النظر في العلاقات الدولية، المخابرات عامل مهم جدا في علاقات الدول، في العلاقات الدولية المخابرات يعني مثل هو جيش آخر يعمل لحماية أمن وسيادة ومصالح ودور المملكة العربية السعودية في الداخل، أمن داخلي وفي الخارج في المنطقة وخارج المنطقة، بل في 200 دولة في العالم. فأنا أعتقد تجديدها هذا خطأ. أنا أعتقد هذا الخطأ يؤثر على قيادة المملكة بحيث جعلها تحت هجمة مسعورة من فكي كماشة لاستهداف سياستها اللي هي الوحيدة اللي يمكن أن تخرج المنطقة من لا استقرار إلى الاستقرار. أستاذ جاسر، كلمة أخيرة، يعني المتوقع الآن في هذه القضية تطوراتها وتداعياتها والمطلوب أيضا؟ المطلوب طبعا لا أعتقد أن هناك مطلوب، المملكة ماضية في هذا الطريق تكشف الحقائق يعني خطوة خطوة، وكلما تتوصل معلومات تقدمها وتعلنها بشفافية وبشكل واضح، والأحكام ستأخذ مجراها، ولن يعني ينجو يعني أحد من المتورطين بحجم التهمة الثابتة عليه وبحجم ما يقرره القضاء. الحملة تستمر مهما كانت، هي ستبقى، لكن لا أؤكد أن السعودية ماضية وقوية وقادرة ولن يؤثر عليها. كل المعطيات اليوم تقول كذا، نحن فعلا نرى سحابة سوداء من الهجمة الإعلامية وهي حملة تزايد، لكن ليس لها طريق آخر ولن تصل ولن تؤثر على المملكة، وبالعكس أؤكد يا خالد مرة أخرى هذه فرصة لإعادة تقييم المواقف وحساب من معك ومن ضدك ومن يستهدفك. طبعا إيران مستفيدة من الوضع، قطر مستفيدة من الوضع، الأخوان المسلمين مستفيدة من الوضع، النواب والمعارضين لترامب مستفيدين من الوضع، كل هؤلاء يعملون لمصالحهم، هذا جزء من يعني الحملة والحسابات، وأيضا مسألة اليمن، كل هؤلاء يحاولون يقدمون الأوراق في هذه القضية فأدخموها بكل الملفات الشائكة، ولكن ستنتهي بالمعلومات وبالحقائق وبالأدلة. ما رأيك دكتور عيسى باختصار، ما المطلوب أيضا خليجيا وعربيا كخطوات عملية؟ خليجيا وعربيا تفضل دكتور. نعم، خليجيا وعربيا نرى بأن المملكة العربية السعودية تؤثر ولا تتأثر، المملكة العربية السعودية تقود ولا تنقاد، المملكة العربية السعودية لها حصن حصين وهي سياسة رادعة سواء من الاقتصاد أو السياسة العامة أو سياسة كثير من الدول التي في بداية الأزمة إلى اليوم الكل أشاد في تحركاتها. اليوم واجب على الدول الخليجية أن تكون مصداقية وإعلامها يكون شفاف، لا رؤية ولا باع يخدم ولا يهدم الدول، يخدم المصالح والشعوب وليس يفرق الشعوب. اليوم مثل ما تفضلنا إيران مستفيدة من الوضع الحالي بعد يعني مفترض عقوباتها 4/11، فتحاول أن تجيش الشارع الإيراني إلى العقوبات بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية. اليوم يجب علينا الاتحاد نحو هذه، وهذه يعني أزمة عابرة، وبالتالي هذه يعني خطأ، والخطأ وارد في أي مكان، سواء في عمل، سواء في دولة، سواء في أي مكان، فالخطأ وارد والاعتذار هذا سيد الموقف، وبالتالي يعني هذا يكون شفاف ويحسب للمملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا. اليوم أمام مرحلة وتحدي أكبر.
واضح، شكرا جزيلا لك. اعتذر لمقاطعتك، لم يعد لدي المزيد. المحلل السياسي الدكتور عيسى العميري ضيفي من الكويت، دكتور عمر عبد الستار الباحث السياسي ضيفي من اسطنبول، هادي الفقيه الكاتب والصحفي السعودي من جدة، والأستاذ جاسر الجاسر الكاتب الصحفي ضيفي من المنامة. شكرا لكم جميعا ضيوف الكرام، وشكرا أيضا لمشاهدينا على متابعة هذه الحلقة التي خصصناها لمتابعة التصريحات السعودية لوكالة رويترز حول التفاصيل المحيطة بوفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي. إلى اللقاء.